بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلاوية وبيت كل الناس. دايما لما بيبقى عندي بداية الحلقة الفيديو، هات لنا الفيديو تاني، بيني وبينكم أنا عايز أقعد، مش عايز أعمل حاجة النهاردة، مش عايز أتكلم، مش عايز أسمع حاجة، عايز أسمع جمهور الأهلي فقط وهو بيغني لأفضل وأحسن نادي في الكون، النادي الأهلي. وهذا الفيديو الرائع من كل المصريين الأهلوية اللي موجودين في الكويت، درس في الانتماء، درس في حب النادي الأهلي، درس في جماهيرية النادي الأهلي، درس في كل شيء جيد وكل شيء حلو. هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده اللي احنا بنحبه، هو ده اللي احنا بنشوفه، هو ده اللي احنا دايما بنسعى لأجله. خلي بال حضراتكم بعد هذه اللقطة، اللقطة موجودة بقى لها ساعتين أو بقى لها أكتر كمان شوية، كلمنا البعثة هناك قالوا لي أحلى حاجة حصلت لنا من زمان إن احنا نسمع جمهور النادي الأهلي في الكويت بهذا الشكل. بجد والله أنا الواحد يعني أنا نفسي كنت أبقى متواجد في هذه البعثة علشان أشوف الناس، أشوف الناس قد إيه بتحب النادي الأهلي، أشوف جمهور النادي الأهلي اللي حضراتكم شايفينه ده، الناس بتحب من جوه، مش عايزين حاجة، الناس دي مش عايزة حاجة، الناس دي مبسوطة بوجود جمهور مبسوطة بوجود بعثة للنادي الأهلي، سلة، طايرة، هندبول، سباحة، سباحة، أي حاجة، تنس طاولة، أي حاجة، لكن جمهور النادي الأهلي بيحب حاجة واحدة بس، بيحب شعار النادي الأهلي. اتكلمنا امبارح على التيشيرت وقلت لكم ان التيشيرت يطلع زي ما يطلع ويحصل زي ما يحصل فيه، ولكن في النهايه ده براند النادي الاهلي. براند النادي الاهلي خده ازاي؟ البراند ده احنا خدناه ازاي؟ بدول بحضراتكم، هو ده الجمهور اللي ادى اسم وقيمه النادي الاهلي في كل مكان وفي العالم كله. فعلا هو ده اللي بيدي القيمه الحقيقيه للنادي الاهلي وحب وانتماء جمهور الاهلي لاي فريق، لاي فريق داخل النادي الاهلي، سله، طايره، اي حاجه، اي حاجه. ده لو تنس طاوله، لو لعيبه تنس طاوله هي لعبه فرديه او جماعيه وفيها مش مشهوره قوي، ولكن لو البعثه الرسميه راحت للاهلي هتلاقوا جمهور النادي الاهلي مستنيهم بهذا الشكل. هو ده الفرق دايما اللي بنقوله ما بين جمهور الاهلي واي جمهور اخر. سمعني سمير مرة. شكرا جمهور الاهلي العظيم على هذا الاستقبال الرائع، هذا الاستقبال لبعثه النادي الاهلي ايا ما كان الفريق وايا ما كان اسم الفريق او اللعبه اللي هيلعبها فريق النادي الاهلي، ولكن يظل دائما اسم النادي الاهلي هو اللي بيخلي الجمهور ده اللي متواجد في كل حته. الحقيقه كنت لازم ابدا بهذه اللقطه، منتشره جدا على السوشيال ميديا والناس كلها بتتفرج عليها والناس كلها مبسوطه وكلها فخر وكلها سعاده. هتقول لي يا عم دول عددهم 40 50 واحد ويمكن اقل، ولكن صوتهم وصل مصر، صوتهم وصل من مطار الكويت لمطار القاهره للجزيره، صوتهم وصل في العالم كله، الناس كلها بتكلمني والله بجد. ناس كتيره جدا مش اهلاويه يعني ما بيشجعوش النادي الاهلي قالوا لي كده، قالوا لي هو ايه يا عم الجمهور بتاعكم ده في اي حته وفي اي مكان وفي اي فرقه واي، بقول لهم هو ده الطبيعي على فكره، او هو ده جمهور النادي الاهلي. عشان كده الواحد عليه ضغوط يعني عموما يعني في حياتنا، بتكلم في الحياه علينا ضغوط كبيره جدا، ولكن انا شخصيا لما شفت فيديو زي ده استريحت من جوايا، سعيد ومبسوط وفخور ان انا بنتمي ولو جزء بسيط قد كده داخل هذا النادي الكبير وهذا النادي العريق اللي يستحق مننا كل احترام وكل تحيه. شكرا دائما، شكرا دائما، شكرا دائما لجمهور النادي الاهلي اللي دايما بيضع اسم النادي الاهلي في اعلى مكانه وفي اعلى صوت من 1907 وحتى الان، وسيظل دائما، سيظل دائما جمهور النادي الاهلي هو المحرك الرئيسي
لكل حاجه بتحصل داخل النادي الاهلي. وبالمناسبه احنا بنبقى سعداء ان احنا اي حد بيطلع وبيتقال له كلمه كويسه من جمهور النادي الاهلي بيبقى مبسوط والله العظيم. مش احنا مش في القناه، في اي حته، مجلس اداره، لاعبين، جهاز، اجهزه فنيه، اجهزه اداريه، اول ما الجمهور يطلع يقول لك انت كنت كويس النهارده، يعني كل واحد يبقى مبسوط وسعيد جدا جدا ويومه يتغير، وبيعتبرها شهاده تقدير ان واحد من جمهور النادي الاهلي قال لك ان انت كويس بجد والله. يمكن الكلام ده ما يوصلش لكتير من بعض من لا يشجع النادي الاهلي لانهم ما يعرفوش هذا الكلام، ولكن هذه هي الحقيقه. الحقيقه دائما ان هذا الجمهور هو البراند الرئيسي في اسم النادي الاهلي.